نعم طيب العطوي من مدينة وزة، صانع الفوانيس بنتية. كرست الحياة ديالي من الصغر ديالي مع الوالد ديالي إلا من أجل الخدمة ديال الفوانيس ومن أجل الخدمة ديال التراث الوزاني. عندي به علاقة روحانية، علاقة ديال الإنسان بالطبيعة وبالكون وبالوجود. هذا الفانوس هذا هو الذات ديالي، هو الكيان ديالي. أنا حاليا كنطالب باللقاء ديال السيد الوزير، وزير الصناعة التقليدية، اللي كيتعد المسؤول الأول على هذا القطاع. كنبلغوا بأن هذا القطاع داك الميزانية اللي عنده الوجه وكيوقف في البرلمان وكيوقف قدام الأمة وكيوقف قدام الناس وكيطالب بها البرلمان، راه ما كنتوصلوش منا حتى درهم واحد. وداك الفلوس اللي كيخسر على المعارض، بأن داك المعارض كلها معارض فاشلة كيشاركوا فيها إلا أصحاب الشكارة ولا الزبونية، ما كيشاركش فيها الصانع التقليدي اللي هو ضعيف، اللي عنده فن، اللي عنده رسالة إنسانية. ومن بين المشاكل مشيت لهاد الوزارة وطالبت باش تكوين وطالبت ستاج، ومرارا وتكرارا كنجي لهاد المؤسسة كنطالبوا من أجل إنعاج هاد الصناعة هادي ويعاونوها وكذا، ما كنلقى حتى شي أذن صاغية، بالعكس كنلقى إلا ضغوطات عليا. كيضغطوا عليا هاد الناس، ما قال لكم هذا، كيضغطوا عليا هاد الناس هادو، ما عرفتش علاش، اش هو السبب؟ واش هاد الوزارة هادي عندها استراتيجية ديال العمل، بأن واحد العالم اللي العمل اللي هو منظم غادي تعيط عليك، بأن حكمة كتخلص كلهم كيتخلصوا هنايا باش يبقاو جالسين. أرن عمرك كتبت بيا أنايا، كتبت بأن هاد الوزارة تقول لي شي مراسلة معينة كتبتها هاد المؤسسة، وأنا كنعاني المعاناة الحقيقية في ظل 5 سنين ديال الأزمة الاقتصادية الخانقة اللي كيعاني منها القطاع ديال الصناعة التقليدية والقطاع ديال السياحة. على المستوى المرئي والإعلام وكذا، الوزير ديال الصناعة التقليدية لا هذا لا اللي قبل منه 2008 كان قالنا بأن الأزمة في الأوج ديالها ويلاه بدات ولا، وراه ناخذوا جميع السبل من أجل الدعم ديال الصناع التقليديين. راهنا على واحد الباب واحد، قلنا بأن احنا هاد المعاناة، بأن كون عندي واحد الحانوت اللي هو بعيد كذا من غادي يجيو هاد الحوانت ديال المجمع ديال الصناعة التقليدية، راه ربما غادي يعطونا شي حانوت اللي عيبان فيه هاد المنتوج اللي عند نفسه. ولكن لقينا العكس، لقينا واحد التعنت، لقينا بهاد الناس هادو غاديين في واحد الطريق اللي هو واحد الطريق مسدود. عطاونا واحد الحانوت بواحد الدرب اللي هو مهجور اصلا، واحد الدور اللي الدرب اللي فيه النفايات، واحد الدرب اللي فيه ما نحتاجش نقول مهم خاسر، حداه باركين كله محفر، حنا وخمسه ديال فيه 6 ديال الحراب من المجمل ديال 15 اللي كاينه في المجمع ديال الصناعة، وجوج ديال القطاعات هما اللي استفدوا في البلاصة اللي هي مزيانة، في الواجهة، في التريطوار، في البلايص اللي هي مأهلة. مني كنسولهم كنقول لهم اودي هادشي هذا راه غير منطقي، راه مش ما جاتش شي معقول، وبحالو بحال القرآن، حاشا لله، وما كنت لأتطفل حتى أقول القرآن الكريم، وحتى أتكلم عن الصحابة وأتكلم عن الأنبياء، بل أتكلم عن هو موجود حاليا وما نعانيه نحن الصناع التقليديين، بأن مجمع الصناعة التقليدية مسبقا وأولا وفي البداية ما تعطاش الناس اللي هما في المستوى اللي عايشوا من غير جوج القطاعات ولا 3 قطاعات. أما التبقية راه كاينه واحد 50% اللي مازال خصها تراجع، والسيد الرئيس الغرفة ما قامش بالدور ديالو، وداك اللجنة ما قامتش بالدور ديالو كتحداها، لأنها زارت إلا 8 ديال الناس، 8 ديال الحالات اللي درسوا هما اللي تحيدوا لهم الحوانت، أما الحالات الأخرى ما درستش. ومني جينا التوزيع كانت المحسوبية، واللي بغاو يعطيوها يعطيوها، بحال احنا ما كاينينش، بحال احنا ماشي بشر، بحال احنا إلا أوباش. وأنا وصلت القمة ديال التغير، حتى المصطلحات بحد ذاتها ملي كتوصل لواحد القمة ديال الغضب ما كتبقاش تقدر تقولها ولا تعبر عليها ولا صافي. وصلنا بأن صافي جا المعرض اصلا، مني كنمشيو للمعارض وكنقول لهم انا بان هذا المعرض هذا راه خصها دير له دراسه ودير استراتيجيه ويكون تكافؤ الفرص، بان هذا السيد هذا داخل بواحد 30 مليون ديال السلعه، وانا داخل ب 500 درهم ولا 1000 درهم في السلعه. رولو د القزدير هذاك يساوي رولو د القزدير، رولو د القزدير شحال كيدير؟ 1000 درهم. هذاك باش كنمشي انا للمعرض وكيضطهدوني، علاش انت ما جينا بالرولو د القزدير؟ وعنجيب لكم انا الكاميو من عنجيبو. والمدينه ما كيتباعوا فيها فوانيس، ما كتباع فيها صنعه، المعاناه الحقيقيه من عنجيب انا هذا الكاميو ديال هاد الفوانيس. كندوز معاهم داك المرحله كنتقاتل، واللي عنده 100 مليون في السلعه وعاد كافئوا بالفرصه مع واحد عنده 500 درهم ولا 600 درهم، هاد الشيء كامل منه ما كياخذوش بعين الاعتبار. اش كياخذوا بعين الاعتبار؟ بانك انت كطالب بحقك انسان مشاغب.
وانا من هذا المنبر كنطالب باش تشوف السيد الوزير، لان كنقول للسيد الوزير راه كان وزير في الازل، فاش خلق الله الوجود سبحانه وتعالى راه عطاه وزير وحملنا الرساله للجبال وما قبلوهاش قبل الانسان فكان كفورا جهولا. سيدي الوزير فلست بكافر ولا بجاهل، وبان المسار ديالك معروف بالحق ومعروف بالنزاهه. انا كنطالبك كصانع تقليدي وزاني ولد دار الضمانه باش تنصفني وتعطي حقي وتعطي للرفاق اللي ما تنصفوش، اللي داو لهم الحوانت ديالهم في ظل داك الملفات اللي كانت ملفات غير صحيحه وانا متابعه، ونقول لهم الملفات اللي ما كايناش واللي ما هي غير صحيحه. هذا باش كنطالب، كنطالب وكنحمل المسؤوله الراي العام الوزاني. انا في النهايه باش ما خرجش مع هاد الناس، انا عن سالم هاد الصنعه، حيت انا ما ساليتش منها، راه مسبقا قلت لكم عندي علاقه، ولكن من غنوصل للطريق المسدود وغنصل للراي العام شي ما باغيش الشعب غيموت، عن سالي غنهز يدي وغنمشي بحالي. ولكن هنا اننا صامدون قائمون على امرنا، اننا من انصار محمد كنا، اننا من اهل اليرموك. واه يا عبيده الجراح ويا خالد بن الوليد ويا اجداد الرحمه ويا اجداد الحريه ويا اجداد النصر، اننا هنا معكم بقلوبنا واجسادنا وافكارنا. اننا نموت ونضيع، اننا مهمشون. اذا كنت مسكين مسكين بحالي ما تدق نعمه، ما تغمس بالشبنه، ما تبك بالقره في قره الخبز، وهجروا خوالك مع خواليك.